الإيطاليين من أكثر الشعوب التي تواجه صعوبة في تعلم لغات أخرى، على سبيل المثال اللغة الإنجليزية. على الرغم من انتشار المدارس الخاصة ودورات اللغة الإنجليزية لجميع المستويات، إلا أن نسبة ضئيلة من الخريجين يتحدثون بشكل صحيح، حوالي 19%. ووفقا للترتيب الذي وضع على مستوى معرفة اللغة الإنجليزية في 35 دولة أوروبية، احتلت إيطاليا المركز 26 من الترتيب، التي تربعت على عرشه هولندا في المركز الأول، والنمسا في المركز الثاني، والدنمارك صاحبة المركز الثالث. ولكن السؤال، لماذا يجد الإيطاليون صعوبة في تحدث اللغة الإنجليزية على الرغم من وجود فرص عمل أفضل لمن يتقنها؟ أول أسباب تخلف الإيطاليين عن التحدث باللغة الإنجليزية هو أن الأطفال يبدأون تعلم الإنجليزية بين سن 8 أو 9 سنوات، وهذا سن متأخر، غير أن مدرس اللغة الإنجليزية ليس من المتحدثين الأصليين باللغة. هناك عامل آخر مهم خصوصا في إيطاليا، وهو عدم التواصل مع اللغة المنطوقة. فمن المعروف أن الإيطاليين يقوموا بعمل دبلجة للأفلام والمسلسلات الأجنبية المعروضة في إيطاليا، غير أن الاتجاه بين الشباب الاستماع إلى الموسيقى باللغة الإيطالية. على الرغم من حب الإيطاليين للسفر، إلا أن الكثير منهم لا يعطي بعض من وقته لتعلم اللغة الإنجليزية التي تعتبر اللغة الأولى عالميا من حيث الأهمية.